ناس ما شفنا اللقاء، انتهت المباراة لصالح البطل عبد الهادي العدواني. وصالح لو لاحظت ان المباراة انتهت ونفس الطريقة اللي كنا متوقعينها ان تكون ارضي، اذا كان عبد الهادي يفوز راح تكون وضعية الارضية. طبعا هو انا احب اضيف شغله، انه هو نزال جميل، نزال رائع، كل من شاهد هذا النزال استمتع فيه. الاحترام للبطل واحترام ايضا لبدر الرميان اللي كان عنده الجراه والشجاعه انه ينافس في البطوله، مش معناته انه هذه يعني نهايه عمره القتالي، بالعكس الطريق قدامه كثير طويل وان شاء الله الانجازات قدامه طويله، وبالتالي احنا بنبارك. انا بعتبر بنظري سعود اليوم هم اثنين ابطال، وحب الجمهور يشوفوا الرياكشن والروح الرياضيه للاعبين من خلال التقرير التالي. عبد الهادي العدواني الف مبروك على الفوز. الله يبارك فيك. كلمنا شلون كانت المنافسه؟ والله جيده، ويعني الحمد لله طلعت فايدة التدريب كله اللي تدربناه الأربعة أشهر اللي طافت، الحمد لله. ألف مبروك الفوز. الله يبارك فيك حبيبي. ناخذ اللاعب طبعا اللي خسر بالمنافسة، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا والله. نقول لك جود لك، وشون كانت المنافسة؟ والله خوش اكسبيرينس، والله كان مناسة، استمتعت والله. يعطيك العافية وموفق. الله يعافيك. نفس ما شفنا في النزال الحماسي وبعدين تعرفنا على مشاعر وتعليقات اللاعبين، أنا صراحة عجبني تعليقات من الاثنين، خصوصا بدر رميان لما حكى أنه هذه خبرة ممتازة وهذه روح المقاتل اللي المحترف. أيضا عبد الهادي العدواني شكر الفترة اللي تمرنها، وفعلا لاعب دائما لما يجتهد لازم يحقق هدفه، وهذا اللي صار مع عبد الهادي العدواني. أعزائي المشاهدين، اليوم راح نستضيف معانا البطل عبد الهادي العدواني، ولكن بعد هذا الفاصل. البطل عبد الهادي العدواني، سعداء بوجودك معنا. حبيبي أنا سعيد بوجودي معكم. نرحب فيك اخوي عبد الهادي، وطبعا ما شاء الله عليك انت الحين صرت بطل وحامل لقب جي اف سي الوزن 61، الف مبروك. عبد الهادي، اول سؤال احب اوجه لك، عرف المشاهدين عن عبد الهادي كرياضي او كشخص. والله عبد الهادي شخص انسان هذا حال اي واحد، احب الفنون القتاليه. و ايش كثر صار لك تلعب بالفنون القتاليه؟ والله سنه ونص نقدر نقوله، سنة وشم شهر. ما شاء الله، يعني فترة قصيرة. أنت تتمر المدرب مين المدرب؟ طبعاً أنا أتمرن بسايكيك أكاديمي. نعم. عند المدرب عبد المحسن البطين. نعم. وطبعاً هو الجميع يساعد بالنادي، مو بس مدرب. عدل مو بس المدرب، تلقى الطلبة يساعدون وايد ناس. عبد الهادي، انا اللي اعرفه ان اخوك ما شاء الله العود يلعب باور ليفتنج او رفع اثقال اذا ماني غلطان، شلون توجهت يعني ان ليش ما مشيت ورا اخوك، ليش حولت الى الفنون القتاليه؟ والله كل واحد الشيء اللي يحبه، يعني انا كنت العب حديد قبل لا ابلش فايتنج، بس من زمان انا احب الفايت، ما يعني هذا الشيء اللي احبه، هذا الشيء اللي استانس لما نسويه. طيب عبد الهادي، انت لما قبل المباراه سويت جيم بلان مع الكابتن عبد المحسن؟ اكيد طبعًا. مشيت على الجيم بلان ولا خرجت عنها ولا والله رجلت شويه؟ لا مشيت والله اللي قال لي بالضبط، يعني كنا يعني حتى تدربنا وايد على شلون اني اقرب المسافه بسرعه من الخصم، يعني لا شعوريا اصلا، هي بدون تفكير صارت بروحها. طبعا انت لاعب سترايك كمان. اي طبعا، هذا الشيء اللي الناس ما تعرفه عن سايدكيك اكاديمي. نعم. اسم النادي سايدكيك اكاديمي. نعم. مو ارم بار اكاديمي. اغلب الناس اي صحيح اغلب الناس يعني عبالها ان سايدكيك اكاديمي هو نادي جوجيتسو بحت. يا ريت تعرفنا عن هذا الموضوع او اعطينا نبذه. هو نادي سريعة. هو طبعا نادي يدرب لعبتين. نعم. الجوجيتسو والامريكان تايكوندو.
الامريكان تايكواندو تكون مو نفس الاورجنال تايكواندو اللي فيها تراديشنال الشوتات وبس. نعم. فيها لكن تقريبا اشبه بالكيك بوكسينج. نعم. وعندنا لاعبين وايد مميزين بال صحيح بالستاند اب نفس ما عندنا لاعبين مميزين بالارت. الحين انت دشيت الميكس مارشال ارت، اول بدايه لك طبعا هي الفنون القتاليه مختلطه، اول بدايه لك شنو اول لعبه انت بلشت فيها؟ والله بلشت انا بسايتك اكاديمي. اي اول لعبه يعني انت دشيت على طول؟ دشيت لا الاثنين، دشيت الاثنين. الاثنين هي التايكوندو والجيتسو. عدل. طيب عبد الهادي، انت انا بذكر من حسب كلامي مع الكابتن عبد المحسن انه من اكثر الناس كنت حريصين على المشاركه في جي اف سي. والله انا احب الام ام اي واتابع المنظمات اللي برا، ويعني طموحي كان اني العب. شنو ضافت لك الجي اف سي؟ والله مشاركتك فيها خبره و يعني شيء الحمد لله شيء طيب. يعني الحين جي اف سي اول واحد اذا كويتي كان بيشارك يروح يقدم برا على المنظمات الخارجيه، جي اف سي الحين صارت بالكويت. عدل هذا شيء بعد حلو، انه انا ما احتاج اني اسافر واتعب قبل المباراه بكم يوم، قاعد بالكويت واتمرن واتدرب. الحين راح تكون جاهز، لانه اعتقد راح يكون في لك متحديين كثير في جي اف سي 3. كلمنا عن تجهيزك للبطوله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله والله يعني ماكو شيء اكيد للحين، ما يعني ما نعرف من راح العب ولا شيء، بس اذا ان شاء الله اذا الكوتش قال شيء راح نستعد. راح تلعب مع مين ما يكون؟ لا ما ان شاء الله. انت ما شاء الله عليك فزت بالحزام بجداره حبيبي، وفعلا التعب الحمد لله ما ضاع حبيبي. والحين انا نفس ما شفت من سايد كيك كان في اكثر من بطل، اكثر من بطل بالفعل. صحيح. بس ما نبي نحرقهم، خل الحلقات القادمه نعرف عنهم. اي تمام. ما راح نتكلم عنهم كلهم، ولكن احنا بنحب ننوه انه نادي سايد كيك هو نادي كبير نخرج لاعبين كبار. الحين انت شاركت في بطولات في فنون قتاليه اخرى. عدل انا شاركت بطولتين قبل جي اف سي، بطوله ابو ظبي الجوجيتسو، بطوله العالم الحمد لله توفقت فيها. اخذت الاول. اي الحمد لله ما شاء الله. وبطوله امريكا المفتوحه الحمد لله شاركنا بالجوجيتسو بطولة ابو ظبي. كنت تمثل الكويت طبعا. عدل امثل الكويت طبعا. طبعا انه نادي شايفك بالاخص. عبد الهادي احنا سعداء جدا بوجودك معنا، ونتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله مستقبل باهر في حياتك على كل الاصعده ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وصلنا لختام فقراتنا، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا. اللي يحب يتابع اخبارنا ومن خلال موقعنا www.gfc-mma.com، او يحب يبعث لنا رسائل او يتواصل معنا من خلال التويتر @wawanprotein، او يشوف صورنا على الانستغرام @gfcmma. ان شاء الله لقائنا سيتجدد معكم يوم الجمعه القادم الساعه 9:30 في النزال الثالث في جي اف سي 2 اللي صار بين عبد اللطيف العدواني وربيع زهر. نتمنى انكم تكونوا استمتعتم معنا، ونراكم على خير. مع السلامه. Next episode.